غضب واستنكار عارم تشهده مدينة الدار البيضاء المغربية، إذ نزل المئات في مظاهرة احتجاجاً على قرار الكونغرس الأمريكي بتقديم الدعم العسكري بمليارات الدولارات لإسرائيل. مظاهرات كانت سمتها الأبرز تأييد القضية الفلسطينية، إذ لوح المحتجون بأعلام فلسطين وصور الشهداء معبرين عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني واستنكارهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. حنا جينا نقولوا أمريكا هي الإرهاب، أمريكا اللي كتساند هاد كيان صهيوني، هي اللي وصلت خمسين ألف شهاد ديال فلسطين. دونك الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وجهت رسالة خاصة إلى قنصل الولايات المتحدة في الدار البيضاء تدين فيها سياسة الدعم الأمريكي لإسرائيل وتطالب بالوقف الفوري للحرب ورفع الحصار عن غزة. توجه هذه الوقفة برسالة إلى القنصل الأمريكي لنؤكد ما يلي: أولاً أننا كجبهة مغربية نقول للإدارة الأمريكية وعبر قنصلها هنا بمدينة الدار البيضاء أن الإدارة الأمريكية متورطة في حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، ومن خلال كل الدعم العسكري واللوجستيكي والبوارج الحربية والصواريخ وتمكين الكيان الصهيوني بكل آلات الدمار، وبالتالي فهو شريك في هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني. على الرغم من محاولات السلطات الأمنية المغربية منع تسليم الرسالة إلى القنصل الأمريكي، فإن المشاركين في التظاهرات أكدوا رفضهم القاطع للظلم والقمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. علي الموسوي، تيرتا عربي.